انتوا ليه طلبتوا مني ارجع؟ اليوم بكره اخرتك رح ترجع، ما بتستغني عن بيت ابوك. شو بدنا نقول لابوك؟ يا عمتي احكي له اللي صار. انا ما كنت ناوي اسبب اذى لحدا. الفضيحه ألعن من الاذى، وانت فضحت حالك قبل ما تفضح غيرك. انا ما لي علاقه بالموضوع، اوكي؟ انا ما لي علاقه بالموضوع. هاي البنت اللي اسمها جمانة خبيثه كتبت كل المقال عشان تنتقم عشان اللي عملته باختها. بس امك حكتها قبلك، اتهمت الناس ونسيت انه اصل البلاء انت. انت ليه دائما واقف ضدي؟ انت اللي واقف ضد حالك. صير محترم، الناس بيحترموك، بس برجع وبقول انت قليل الحياة ما بتستحي. لا انا مؤدب، مؤدب ومحترم وما بسمح لك تهينيني. برهان كيف تحكي مع ستك هيك؟ فعلا انك قليل ادب. يا ماما يا خلاص خلاص، انا اللي عملوا شيء، امشي امشي. اوكي. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم، استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم، استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم.